تتميل الكرة وتتقطع وماشي على طول محمود منصور، وشفتم شفتم شفتم جون. يا سلام عليا، انا تنبأت. خط ظهر سموحة، خط ظهر سموحة، خط ظهر سموحة مفتوح، خط ظهر سموحة مفتوح في من اول المباراة، خط ظهر سموحة مفتوح في اول ضغطة ضيعوا جون، وفي تاني ضغطة هنشوف مين اللي جاب الكورة دي. الماتش مخلص يا جماعة، الماتش لسه مخلص خالص. واحد الداخلية لشيء سموحة، وهنشوف مين اللي جاب الكورة. بصوا بصوا مفتوحين ازاي، اتلعبت الكورة، اتلعبت الكورة للتمساح، والتمساح حط هدف جميل لما دخل في نص الملعب. اهو بصوا التمساح يحط هدف حلو قوي 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 في حراسة، اهو على طول الكورة وما حطش منطق ويحط الداخلية هدف جميل لأحمد التمساح. اهو هنشوف